هذا اللقاء اليوم كنقدموا المجلس الوطني لحقوق الانسان. طبعا قلت هذه اللجنه هي المنظمه اللي غادي نتناولوا فيه حضور العديد من الشركاء موضوع ديال المدن الناشئه او المدن الجديده، يعني في ضوء تحديات ديال حقوق الانسان. نريد اليوم ان نقف على هذه التجربه المغربيه فيما يخص هذه المدن الجديده والمدن الناشئه، ونريد كذلك ان نتوقف عند العديد من التحديات. والهدف هو اننا نريد ان تكون هذه المدن مدن تتوفر فيها حقوق الانسان للشباب والنساء والاعاقه، وتوفر وسائل الرفاه والمساحات والفضاءات الخضراء، وتوفر كذلك الامن والطمانينه والشغل والصحه والسكن وكل متطلبات العيش الكريم. هذه التجربه عاشها المغرب منذ السبعينات، اليوم يحق لنا ان نقوم بتقييم هذه التجربه من اجل مدن جديده واعده كما قلت، ومن اجل رفع العديد من التحديات. واساسا ان المجلس الوطني لحقوق الانسان يهتم بكل ما يتعلق بموضوع التفاوتات الاجتماعيه داخل هذه المدن وبين المدن الكبرى. ونعلم على ان اليوم المدن الكبرى تستوعب كل الامكانات، تستوعب كل يعني الدعم الحكومي الى غير ذلك. نحن نريد كذلك هذه المدن ان تكون فيها الشروط الاساسيه من بنيات تحتيه كما قلت الى فضاءات خضراء، مدن للعيش المشترك.